رسالة إلى كل حاسد وحاسدة، استمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. نعوذ بالله من الحسد والحاسدين. هذه الصفة الذميمة وهذا المرض النفسي انتشر في هذا الزمان، سأل الله السلامة والعافية، وابتلي به كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، المرضى والأصحاء، إلا من رحم الله تعالى. لذلك إذا شفت واحد الإنسان مريض بالحسد خص تقول الحديث النبوي باش تنجى من هذا المرض النفسي، وعمرو يصيبك هذا الحسد وهذا المرض النفسي حتى تموت. يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقت فضيلة. فهذا الحسد أيها الإخوة والأخوات هو أول معصية عصي بها الله تعالى في السماء، وأول معصية عصي بها الله تعالى في الأرض. كيف؟ لما حسد إبليس آدم أبى أن يسجد له، لما أمرهم الله تعالى يعني الملائكة، إبليس حسد آدم وتكبر وما بغاش يسجد، لأن أعطاه الله النعم، أعطاه منزلة عالية، فحسده على هذه النعمة، فكانت النتيجة أن طرده الله من رحمته فأصبح ملعونا. كذلك المعصية التي عصي بها الله تعالى في الأرض، أول معصية هي الحسد. أبناء آدم منهم قابيل وهابيل، حسد قابيل هابيل فقتله، شو كيف كانت النتيجة، وصلت إلى القتل والعياذ بالله. لذلك الإنسان يبتعد على هذه الصفة لأنه لا خير فيها، كتجر غير الويلات، لا على الإنسان نفسه يعني الحاسد، ولا على الأفراد والمجتمعات. فالحاسد أولا نفسه ما كيكونش مرتاح، ما كيكونش مطمئن، كيتحرق الداخل، كيتحرق له الأعصاب دياله، كتحرق له العروق دياله، ما كيكونش مرتاح ملي كيشوف النعمة على الناس، هو بنفسه مدمر. كما يقال: عجبا للحقد أو للحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. كذلك يجر الويلات على المجتمع وعلى الأفراد والأسر. يعني ملي كتشوف النتائج ديال الحسد في المجتمع كتوجدها وخيمة، وخيمة جدا، يعني عواقب لا تحمد عقباها. فكم من حسد أو حاسد جنى على الغير، يعني الويلات. منها أن الحسد يقدر يوصل القتل والعياذ بالله، كما قتل قابيل هابيل. الحسد قد يوصل الإنسان يدخل المحسود للسجن والعياذ بالله، يقدر يوصل الطلاق بين الزوجين بسبب الحسد، يقدر يوصل السحر والشعوذة يعني بين الناس، حسدوا على المال ديالو، على الجمال ديالو، على الصحة ديالو، حسدوا على الزوجة ديالو أو حسدها على الزوج ديالها، على الوليدات، على المشروع، على التجارة، على المناصب، على المسؤولية، وزيد وزيد وغير ذلك من النعم. فالله سبحانه وتعالى هو المعطي، هو المانع. علاش الإنسان يعني كيوصل درجات الحسد؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هكذا يقول الله عز وجل. إذن فالله هو المعطي، هو المانع. فالإنسان علاش كيحسد؟ ارتاح وطلب الله سبحانه وتعالى اللي أعطاك، اللي أعطى هذاك السيد حتى أنت يعطيك، وقادر على كل شيء. الغيبة مزيانة لكن الحسد محرم. الغيبة محمودة. كيفاش الغيبة؟ الغيبة وهو أنه ملي كتشوف واحد النعمة عند واحد الإنسان كما بغات تكون، كتمنى حتى أنت تكون عندك بحالها ولا أحسن منها، ولكن ما كتمناش أنها تزول هذاك الإنسان ويتحرم منها. الحسد لا، كتمنى تكون عندك هذيك النعمة ولا أحسن منها، وكتمنى وترجو أنها تزول هذاك الإنسان وما يتمتعش بها. هذا هو الحسد، هذا هو المذموم، هذا هو المرض النفسي،
هذا هو المحرم في الإسلام، لذلك جعله الله تعالى من أشرار الخلق وأمرنا أن نتعوذ بالله من شره، كما قال الله تعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، إلى أن قال: ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك أيها الإخوة والأخوات، يحاول الإنسان يحتاط، يحاول يكتم الأسرار دياله وما يبوحش بالأسرار دياله وما يخبرش أي واحد، لأن كاين الإنسان اللي هو فيه الخير وكيبغي لك الخير ويتمنى لك الخير، وكاين الإنسان اللي ما يبغي لكش الخير أبدا، ما يبغيش تكون بخير وعلى خير، كيبغي تكون غير بالشر وعلى شر والعياذ بالله، هكذا نفسه مريض. لذلك الإنسان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، كتمان كتمان، تبغي دير شي حاجة استخر الله وكتم السر ديالك، فإن كل ذي نعمة محسود، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أي واحد عنده نعمة خص يعرف عنده راه محسود عليه، محسود، فاحمد الله وشكره على هذه النعمة واستر النعمة ديالك وكتم الأسرار ديالك. كذلك لابد الإنسان خصو يعني يدير الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلوات، سورة البقرة، يعني باش تالي هذا الحاسد جروا ودفعوا الحسد ديالو باش يوصل هذا الإنسان للسحر والشعوذة، يدمره تدميرا، بعدها الإنسان يكون محصن نفسه بالأذكار، بالقرآن، بالصلوات، بقراءة سورة البقرة، بالدعاء، بالصدقة، صدقة دفع البلاء. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، فالإنسان في الدنيا هذه الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، قسم العطايا، قسم النعم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولهذا الإنسان دائما يشوف اللي هو الناس اللي هما أدنى منه في الحالة المعيشية، ما يبقاش يشوف غير الفوق، هذا اللي كيشوف غير الفوق يشوف الناس اللي هما عاليين عليه في المستوى المعيشي راه عمره يقنع وغادي يحسن، لكن الإنسان إلا قنع وبقى يشوف الناس اللي هما أدنى منه في الحالة المعيشية وفي الرزق وغير ذلك، غادي يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، غادي يرزق الله القناعة، ويبقى لا يلتفت كاع للناس اللي هما يعني كثر منه في هذا الجانب هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.